أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. نقرأ في المدى: أزمة الجفاف تتوسع والموارد، تحمل إيران المسؤولية والزراعة تخفض خطتها بنسبة 50%. في الزمان نطالع: وقفة غاضبة أمام التعليم احتجاجا على إلغاء التعاقد مع المحاضرين وموظفي الجامعات. أما القدس العربي جاء فيها اغتيال ضابط برتبة نقيب في استخبارات كربلاء. العربي الجديد عنوانت: أردوغان يبدأ اليوم زيارة رسمية لقطر تستغرق يومين. ونتصفح في عربي 21: استشهاد فلسطيني دهس جنديا على حاجز للاحتلال. واشنطن بوست جاء فيها: بشار الأسد أحكم السيطرة على اقتصاد البلاد واستبدل الموالين له بشلة جديدة. أما في تلغراف جاء فيها: القذافي وابنه سيف الإسلام يحاول إعادة حكم عائلته وروسيا تتواصل معه. أهلا بكم، نبدأ من مركز راسام ومقال للكاتب جاسم الشمري حول الإعلام التخريبي، حيث يعد الإعلام بصورة عامة وبكافة أشكاله وصوره المرئية والمسموعة والمقروءة، يقول الكاتب، من أقوى وأشد القوى الناعمة الضاغطة على الفكر الإنساني. وفي العراق في حياتنا اليوم ابتلينا بحسابات متنوعة، منها الغث ومنها السمين، وبعضهم يحاولون عبرها نشر الخراب بين الناس، والقلة القليلة منهم تحاول هذا المخطط الخبيث بمساع من قبلها وسياسات خاصة بها، ونشر الوعي يراد منه محو هوية الناس والإنسان العراقي ومحو هوية العراق كبلد وحضارة ومحو حضارته وتاريخه. هذه الدوامة العالمية الشريرة تؤكد أن المؤامرة على البلاد كبيرة ومعقدة وقائمة على المال وليس على الإنسان، والهدف هو الثراء الفاحش ولو عبر الخطاب الساقط الهابط المليء بالألفاظ التي يعف الإنسان النقي عن سماعها، فكيف وهي تقتحم بيوت الناس ومواقعهم الشخصية دون رقيب أو حسيب؟ إن التطور التكنولوجي لابد أن يتم توظيفه بالأسلوب الأمثل وليس بالأسلوب التخريبي، وكأننا نعيش في مجتمع خال من القيم والمبادئ، وبالذات مع عدم وجود رقابة صارمة على محتوى الإعلام حتى على مستوى الغالبية العظمى من القنوات التلفزيونية التي لم يعد يعنيها إلا الأكشن ولو على حساب الأسس المجتمعية والأخلاقية. المذهل أن بعض البرامج لم تكتفي بضرب الأسس الدينية والمجتمعية والإنسانية، بل ذهبت لضرب عمالقة العلوم بمختلف صنوفها، وكأنهم يدمرون الأجيال الحالية والقادمة ضمن خطة مدروسة وعبر مراحل دقيقة ومعدة سلفاً. إن دور الإعلام التخريبي اليوم هو دور فعال وقادر على تزييف الحقائق وتشويه سمعة أي شخص حتى لو كان من الأنقياء، وهنالك الجيوش الإلكترونية التي تعتاش على هذه الخلافات وعلى الترويج لهذا النشر البعيد عن الدين والأخلاق والمروءة والتربية السليمة. جاسم الشمري يعقب قائلا: إن الإعلام العراقي بحاجة ماسة اليوم إلى بناء صحيح قائم على الأسس النبيلة الهادفة لبناء الإنسان قبل البنيان، لأن الإنسان هو القيمة الأهم وهو القادر على البناء والعطاء والإعمار، ولهذا فإن الإعلام التخريبي الناشر للإرهاب بكل صوره والقالب للحقائق والمزيف للوقائع والمغير للمعادلات لا يمكن أن يساهم إطلاقا في بناء الإنسان والوطن. وزبدة القول، يقول الكاتب، ينبغي العمل على تنقية الإعلام من المخربين قبل أن نجد أنفسنا أمام إعلام ساحق مدمر ضارب لكل ما في مجتمعاتنا وعلى كوكبنا من قيم وأخلاق وأعراف وعقائد.
أيفا زنجانا كتبت مقالاً في صحيفة القدس العربي عن الحقوق ودور الحكومات في البلدان العربية، حيث تقول: تتبدى الهوة بين النص والتطبيق بأوضح تفاصيلها، وتمتد ازدواجية المعايير والاستخدام المزور لنضالات المرأة التاريخي لتشمل كل البلدان العربية من شمال إفريقيا إلى الخليج. فمن يتابع فعاليات حملة 16 يوماً سيجد أن أكثرها جذباً للتغطية الإعلامية هو تصريحات المسؤولين وحضورهم هذه الفعالية أو تلك، وكلهم يستنكرون العنف ضد المرأة. يقدم لنا العراق عند مراجعة الفعاليات الرسمية والمنظماتية نموذجاً لفهم التردد وقلة الاقتناع في الاحتفال المناسبة بحملة 16 يوماً. كما تقدم لنا نوعية الفعاليات المقامة حتى الآن بعض الأجوبة المحددة بعيداً عن العموميات، إذ تعكس فعالية المناسبة أولاً كون العراق مقسم فعلياً إلى نظامين وعاصمتين هما بغداد وأربيل، كما تعكس عملياً تجزؤ هوية المرأة كمواطنة عراقية، حيث تقدمت الهوية الفرعية القومية الدينية المذهبية تدريجياً، والمفترض فيها أن تكمل وتغني الهوية العراقية الجامعة. وتعطينا عناوين نشاطات بعض المنظمات النسوية مثل حول دور الناجيات الإيزيديات والشبك وندوة نساء كردستان، تعطينا فكرة عن تقسيم المرأة في البلد الواحد إلى جزيئيات ولكل جزئية مظلوميتها الخاصة. كما يعطينا بيان منظمة رابطة المرأة تابعة للحزب الشيوعي نموذجاً لاختيار المنظمات النسوية عدم التطرق إلى عنف الدولة ومجره غزو البلد واحتلاله وإلقاء اللوم غالباً على العنف الأسري والمجتمعي، وكأن ضحايا الاحتلال الذي يقدر عددهم بما يقارب 1 مليون ولنفترض أنهم جميعاً من الرجال لم يكونوا ينتمون إلى عائلة تركت بعد قتلهم في رعاية امرأة. إذن المرأة العراقية مهما كانت هويتها الفرعية هي عراقية تستحق أن تعامل كمواطنة في بلد يحترم حقوق مواطنيه إناثاً كانوا وذكوراً، ولن يتم ذلك من خلال تفتيت القضايا والعزل الجنسوي وتسكين الآلام آنياً، بل من خلال النضال المشترك لإيجاد الحلول الجذرية النابعة عضوياً من داخل المجتمع نفسه وبالتضامن مع شعوب تلتزم فعلاً بحقوق الإنسان والقوانين الدولية لها وللآخرين. ثورة تشرين، جاء في الجاردينيا أيقونة ثورة تشرين، حيث كتب بسام شكري عن هذه الثورة العظيمة ودور المارة فيها. يقول الكاتب: أتوقع خلال الأسابيع القادمة وهي ظهور أيقونات جديدة لثورة تشرين من خلال تنظيمات شبابية أكثر تنظيماً وأشد تماسكاً تهز عروش اللصوص في المنطقة الخضراء. أيقونة ثورة تشرين في العراق كانت ليست واحدة وإنما أيقونات متعددة، وذلك لأن الثورة دخلت عدة مراحل وأخذت أبعاداً سياسية وتدخلات أجنبية ومخابراتية من جانب، ومشاركة عناصر إيرانية في قمع المتظاهرين من جانب آخر. لعبت قوى المنطقة الخضراء بأحزابها الطائفية المتعددة دوراً كبيراً في محاولات إخماد تلك الثورة بطرق نعرفها جميعاً. إن وصول مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء لم يكن بسبب موافقة ثورة تشرين عليه، ونحن نتذكر أن التحالف الأمريكي الإيراني الذي يحكم قبضته على العراق قام بتقديم 9 مرشحين لرئاسة الوزراء، قام ثوار تشرين بإسقاطهم جميعاً، وإنما هناك عدة أسباب أدت إلى وصول الكاظمي لرئاسة الوزراء، أهمها تغلغل الأحزاب الدينية الطائفية بين المتظاهرين والقيام بقتل واختطاف واعتقال قياداتهم. نشر موقع نيويوركر تحقيقاً مطولاً عده إيان أوربينا، قال فيه إن المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا يتم التحفظ عليهم في سجون، وقال إن الاتحاد الأوروبي الذي تعب من موجات المهاجرين الأفارقة هذه أقام نظاماً سرياً لإلقاء القبض عليهم قبل عبورهم إلى الشاطئ الآخر من أوروبا وإرسالهم إلى مراكز احتجاز
تديرها الميليشيات. هؤلاء هم ضحايا سياسة الاتحاد الأوروبي الذي قام بتمويل وتدريب خفر السواحل الليبي المرتبطين بميليشيات للقبض على المهاجرين وإحباط عملية إنقاذهم في البحر. تم احتجاز من ألقي القبض عليه في سجون سرية تعتبر مصدراً للربح تديرها الميليشيات المسلحة. في أيلول سبتمبر من هذا العام تم احتجاز أكثر من 6000 مهاجر معظمهم في المباني. ووثقت وكالة الإغاثة سلسلة انتهاكات من تعذيب للمعتقلين بالصعقات الكهربائية واغتصاب للأطفال وابتزاز للعائلات لدفع الفدية وبيع النساء للعمالة القسرية. قال صلاح المرغني وزير العدل السابق من 2012 إلى 2014 إن الاتحاد الأوروبي قام بأمر فكر به وخطط له لسنوات وأقام حفرة جهنم في ليبيا لردع الناس عن التوجه إلى أوروبا. لم يقتصر التقرير في موقع نيويوركر على هذا فقط، ويقدم التقرير تفاصيل عن عالم المعتقلات السرية وطريقة معاملة المهاجرين واستخدامهم ضد بعضهم البعض في المعتقلات وعدم احترام كرامتهم الإنسانية، مع أن معظم المعتقلين هم من المسلمين. ميدل إيست آي جاء فيها تقرير كشف عن حقائق معروفة إعلاميا، حيث نشر الموقع أن تغطية وسائل الإعلام البريطانية للشؤون المسلمين بلغ مستويات مروعة من المعلومات المضللة والقوالب. نستمع إلى جزء من ما جاء فيها. يعرض التقرير 10 دراسات حالة يتم فيها تشويه صورة المسلمين والتشهير بهم في منشورات رئيسية، مع دفع تعويضات في 9 حالات إلى جانب الاعتذارات العلنية. ومن بين وسائل الإعلام التي نشرت المواد المعادية للمسلمين والإسلام بحسب التقرير، The Spectator وميل أون ساندي وديلي ميل أستراليا وكريستيان توداي وThe Jewish Chronicle. وخلال الفترة التي غطاها تحليل مركز مراقبة وسائل الإعلام التابع للمجلس الإسلامي البريطاني، دفعت جويش كرونيكل وتيليغراف وميل أون ساندي بالفعل تعويضات عن أضرار التشهير بالمسلمين والمؤسسات الإسلامية. كما يشير التقرير إلى أن المذيعين البريطانيين المحليين كانوا أكثر ميلاً لإظهار التحيز ضد المسلمين من المحطات الإقليمية. كما أكد أيضاً أن النقاد اليمينيين في مناسبات عديدة تركوا دون منازع في المنابر الإعلامية عند إصدار تعميمات ضد المسلمين، بما في ذلك الترويج للأكاذيب. وحول هذه المعلومات المضللة والقوالب النمطية وكراهية الإسلام، قالت رضوان حميد مديرة المركز في تصريح لموقع ميدل إيست آي: هذا التقرير الأخير لا يسعى إطلاقاً إلى إلقاء اللوم على أي صحيفة أو مذيع ولا على أي صحفي، ومع ذلك فقد حان الوقت للاعتراف بذلك. نشر صحيفة الغارديان تقريراً أعده محرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينيتور، وأشار فيه إلى الأوراق المسربة التي تظهر دور القيادة الصينية في إبادة المسلمين الإيغور في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين. وأضاف أن مقتطفات من وثائق غير منشورة تربط حملة القمع للإيغور وبقية الأقليات المسلمة بخطابات القيادة الصينية في عام 2014، وأصبحت الآن متوفرة تماماً على الإنترنت. تضم 3 خطابات للزعيم الصيني شي جين بينغ في نيسان أبريل 2014 تحدث فيها عن الأمن والتحكم بالسكان والحاجة لمعاقبة المسلمين الإيغور، وتم وسم بعض الخطابات بالسري حصل عليها الباحث الألماني أدريان زينس. ودعا قادة الحزب الشيوعي الصيني في الوثائق لإعادة تعليم ونقل الإيغور وتصحيح عدم التوازن بين الإيغور والهان في شانغيانغ. وقال زينز إن الوثائق السرية مهمة لأنها تظهر الرابطة بين مطالب القيادة الصينية في عام 2014 وما حدث لاحقاً في الإقليم، بما في ذلك عملية الاعتقال الواسعة وإعادة التعليم والتهجير القسري للعمالة وتحسين الوضع العرقي بزيادة أعداد سكان عرقية الهان.
وفي واحدة من الخطابات التي ضمها التسريب ناقش فيها شيئا من مبادرة الحزام والطريق، وهو المشروع الأهم في السياسة الخارجية، وطلب تحقيق مناخ أمني محلي مستقر، وأكد أن أمن الصين القومي وإنجازاتها في القرن 21 مرتبطة تماما بالوضع في جنوب شينجيانغ وضرورة وضعه تحت السيطرة. وفي خبرنا اليوم بعيدا عن السياسة، بدأ المزارع أكرم أبو خوصة بقطف محصول الفراولة من أرضه الواقعة في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حيث يبدي أبو خوصة تفاؤله بهذا الموسم كون إسرائيل سمحت بتسويق المحصول منذ بداية الحصاد إلى أسواق الضفة الغربية المحتلة دون المعيقات التي اعتادوا على مواجهتها كل عام على حد تعبيره ووصفه. ولطالما كانت أسواق الضفة الغربية هدفاً للفراولة الإسرائيلية لعدم تمكن مزارعي غزة من تسويق كامل فائض محصولهم إلى أسواقها بسبب منع التصدير. يقول المزارع إن موسم الفراولة يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية في غزة ويشغل المئات من الأيدي العاملة كذلك، ونجاحه يعود بفائدة كبيرة عليهم. وزرع أبو خوصة هذا العام نحو 8 دونمات بالفراولة الأرضية إضافة لدونم واحد فقط للفراولة التي تعمل بالنظام المعلق الحديث الذي يزيد إنتاجه عن الأرضي بنحو 3 أضعاف كما يقول. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.